صباح الورد عليكم من جديد. ايام قليله بتفصلنا خلاص عن 2022 2023. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكتير مننا بيكون عايز يعرف اخبار السنه دي ايه، الابراج اخبارها ايه، هل يا ترى هيحالفنا الحظ العام ده ولا هيحالفنا سوء الحظ، سواء بقى في العمل او في الحب او في الارتباط. كل ده هنعرفه من ضيفتنا النهارده اللي منورانا في الاستوديو، خبيره الابراج والباحثه في علم الابراج نانيده الباس. صباح الورد عليك. صباح النور. صباح. اهلا بيك. اهلا بيك. انا طبعا اول سؤال هساله لك، مين اكثر الابراج حظا في السنه الجديده ان شاء الله، ومين اقلهم حظا؟ عايزه اقول الابراج بالترتيب. اوكي، بالنسبه لاكثر حظ هيفرق عندنا من نص السنه الاولى والنص السنه الثانيه، من 15 مايو تقريبا. يعني نصف السنه الاولى هيكون الحمل، لان جوبيتر او المشتري هيكون في الحمل، طبعا بيدعم الابراج الناريه زي الاسد زي القوس، كمان ان هو الجوزاء والدلو من الابراج اللي هيبقى ليها اولويه في الايجابيات. ولكن طبعا احنا عندنا حاجه زي تراجع المريخ الفتره دي، هيتقدم من 13 يناير ان شاء الله، ان هو هيهدى شويه الوضع، لان الوضع ممكن يكون في تقلبات كتير. بعد كده هنقول ان هم النصف الثاني هيكون من الأبراج اللي ممكن تكون مدعومة، طبعا برج الميزان، برج كمان الثور، الجدي من أكثر الأبراج كمان حظوظا. يعني احنا بنشوف ان الجدي كمان حظه أو أكثر. كمان هيكون من هذه الأبراج برج الحوت وبرج السرطان، أكثر الأبراج هيكون حظ النصف الثاني. بس احنا لو قلنا انه أكثر الأبراج حظا النص الأول كذا وكذا، معناها ان النص الثاني مش هيكون حظهم عالي؟ هيكون في حاجات معينة. هو عامة خلال السنة طبعا احنا عندنا تراجع، مثلا تراجع فينوس هيكون يعني السنة دي موجود، سنة 2022 ما تراجعش فينوس، فيبقى في تقلبات، هيبقى في برج الأسد، بمعنى ان هو هيبقى في مشاكل عاطفية كتير، في انفصالات للبعض من برج من الأبراج، وكمان رجوع من ماضي، يعني هيبقى في رجوع الماضي وغير العلاقات يعني العاطفية. رجوع من الماضي؟ يعني مثلا بتكون في انفصال، مثلا انفصل مثلا شريكين عن بعض، بيكون في تواصل بينهم، في البعض منهم بيرجع. وكمان ان هو طبعا فينوس هيكون هو كوكب المال والحب والجمال، يعني العمليات التجميل بنقول لا في التراجع ده. وكمان الامور الماديه نخلي بالنا جدا منها. طبعا احنا بنقول التحذيرات والنصائح من اول السنه، وبيبقى موجود طبعا الحركه الفلكيه ان احنا بترشدنا ان اي برج ان انت خلي بالك، اشتغل كويس على اول السنه. طيب خلينا نتكلم على اكتر الابراج حظا السنه الجديده، هتكون ايه حظا على المستوى العاطفي؟ الحظ على المستوى العاطفي احنا شايفين الجدي هيبقى ثلاثة بالترتيب ورا بعض. الجدي هيكون في ارتباط، هيكون كمان من الأبراج اللي هيكون في التواصل من الماضي مع أشخاص كانوا من الماضي، طبعا لأن برج الجدي تعب كتير. كمان هنقول من الأبراج ممكن يكون في ارتباط العقرب بوجود ممكن زحل هيبقى في البيت الخامس اللي هو بيت الارتباطات، بيت الرومانسية نوعا ما. كمان هنقول من هذه الأبراج الميزان، الميزان عنده ارتباط، الميزان عنده ارتباط السنة دي. كمان هنقول من هذه الأبراج الحوت، الحوت عنده كمان ممكن علاقات جديدة، عنده تواصل مع شريك أو مصالحات. طب دول الأكثر حظا، الأقل حظا بقى عايزة ثلاثة برضو من الأعلى للأقل بالترتيب على المستوى العاطفي برضو. الجوزاء، الجوزاء القوس من الأبراج اللي ممكن يكون في شوية تقلبات كمان من الحظ العاطفي. كمان عندنا الأسد ممكن يحصل في انفصال. عندنا كمان من الأبراج دي ممكن يكون زي العقرب النصف الثاني، لأن هيبقى في بيته المواجه جوبيتر. غير كده إن هيكون ممكن يكون في انفصال للبعض. طب احنا عايزين نعرف الابراج عاطفيا، ايه الابراج اللي بتتماشى مع بعضها او لايقه مع بعضها سبيشلي في السنه الجديده كذا وكذا؟ بالنسبه للابراج الهوائيه كان عندهم مشاكل كتير مع بعض في السنه 2022، هيبقى عندهم زي مثلا مصالحات. طبعا في علاقات يمكن انا بوضحها كتير، ان لما بيكون في علاقات ثلاثيه او علاقه اللي هي التوكسيك ريليشن شيب، العلاقات السامه دي، بتتضح لي
لينا كتير جدا، فهنلاقي ان الشريك بيبعد. فهنقول مثلا علاقات الابراج الهوائيه مع بعض ممكن يكون في تصالح نوعا ما، العلاقات ما بين الهوائيه والترابيه كمان في رجوع للبعض منهم. بالنسبه للناريه والترابيه طبعا احنا عارفين اللي هو الناريه الاسد والقوس والحمل، مع الابراج الترابيه زي جدي وثور وكمان برج العذراء ممكن يكون في شد وجذب بينهم شويه، مش هتبقى افضل حاجه. طب الناريه مع الناريه اخبارها ايه؟ الناريه مع الناريه احنا بالنسبه يعني انا بشوف ان الحمل والاسد متفقين اكتر من مثلا الاسد والقوس. يعني الناريه مع الناريه متفقين اكتر من الناريه مع الترابيه. طب ثانيه واحده بقى، ايه موضوع الكيمياء في الابراج؟ زي ما بنشوف اتنين كده منسجمين قوي مع بعض فنقول ايه ده ابراجهم لايقه على بعض، ايه موضوع الكيمياء في الابراج ده في العلاقات بالنسبه كشكل عام؟ ان الابراج الترابيه والمائيه بيبقوا هم اكتر توافقا مع بعض، والابراج مثلا الهوائيه والناريه اكثر توافق، والناريين مع بعض بس بيكون ايه على حسب الناري، مثلا برج الاسد مع برج الاسد. اوقات بنلاقي ان الاسود مع بعض او الارتباط بينهم بيكون شويه شبه بعض، فهم بينجذبوا بيكون كده. صحيح بتحصل بقى المشاكل العادية العابرة دي بنبعدها عن التوافق. مثلا ترابيين مع بعض بيرتبطوا ببعض بس في عناد بينهم مثلا، فهماني؟ فهو بيكون هو برج الميزان ده ايه، ترابي ولا لا هوائي؟ ميزان جوزاء. ميزان جوزاء ده، وهنلاقي الميزان مثلا مع الجوزاء السنه دي كان مشاكلهم كتير جدا الهوائيين مع بعض، فهو 2023 ممكن افضل كتير. طبعا اللي هسال عليه ده طبعا اكيد في ايد ربنا، بس عايزين نعرف علم الابراج رايه ايه في الموضوع ده. هل تتوقعي حدوث اي كوارث طبيعيه زي فيضانات زلزالات يعني كده؟ وكمان مكانها انتقال زحل لبرج زي برج الحوت ده ممكن يحصل زي فيضانات سيول. سيول ممكن بتحصل، وان شاء الله ما يحصلش حاجه، بس هي دايما زحل مش كوكب عادي. وكمان هو انتقاله، هو بدا الانتقال فعلا او التحرك لبرج الحوت، وبيأثر علينا على فكره من ديسمبر. يعني هو هيستقر في شهر 7، ولكن هو خلاص بيأثر علينا حتى في المناخ عندنا كمان في تعاملاتنا مع بعض، فطبعا بيأثر طبعا. طب احنا بنحب نخرج من الفقرة بمعلومات قيمة للسادة المشاهدين بالذات البنات، قولي لنا كده مين البرج اللي عايز قص ديله من الرجال؟ يعني نبعد نفسي اي حد داخل على الموضوع ده يبعد عن البرج ده الله يكرمك عشان سرطان الجدي الجوزاء. بصي ردت ورا بعض على طول، سرطان جدي جوزاء، خدي كمان العقرب والعقرب كلهم يعني نبعد عنهم كلهم. بصي كلهم الباقي كويسين كلكم مصطفى ابو حجر، سرطان وجدي وجوزاء وعقرب دول عايزين قص ديلهم لانهم اوقات بيتجاهلوا، اوقات ما بيتعاملوش مع المراه بطريقه مثلا اللي هو الاهتمام قوي، او في الاول بيبقى حاجه تانية وبعد كده بيختلف يعني. بس هي السرطان يعني رجال السرطان برضو نعترف ان هم ناس محترمه يعني. مش مع الاحترام ده حاجه تانية. البروديوسر بتاعنا استاذ ضياء الحنفي. اوكي اوكي انا استغربت. اوكي لا الاحترام حاجه تانية كل الناس. لا طبعا انا بهزر. بس انا عندي سؤال تاني. اتفضلي. نقدر نقول ان اكتر برج ننصح البنات اللي هو قربي منه السنه الجايه ده برج كويس يبقى ايه؟ الثور. الثور. والحمل. والحمل. عشان هيبقوا جاديين جدا في الارتباط. والبنات؟ بالنسبة للبنات ممكن يكون منهم برج زي برج الجدي. لا يعني يقول لنا الرجال يبعدوا عن أبراج إيه في البنات، إحنا لازم نكون يعني fair enough. طيب الرجال يبعدوا عن إيه في البنات عشان مش عايزين علاقات فاشلة بقى anymore، خلاص كفاية، ويبعدوا ويقربوا من أبراج إيه في البنات؟ طيب إحنا عندنا مثلا من الأبراج العنيدة جدا برج الثور في المرأة، وبتحاول إنها تبقى ند للرجل. عندنا كمان برج القوس متسرع جدا. عندنا كمان من الأبراج ممكن يكون برج الجوزاء. امرأة الجوزاء كمان دايما هي محققة، دايما بتشوف كده ورا الرجل يعني في كل المساوئ تلاقيه موجود. يعني أي مشكلة تلاقي الجوزاء موجود. عايزين معاملة خاصة. عايزين معاملة خاصة، بس هم أذكياء جدا أكيد، بس دايما بتلعب دور المحقق. طب احنا عايزين في حد من زمايلنا في الكنترول عايز يطمن على حظه ومدينا تاريخ ميلاده. فضل. يعني بالتفصيل 18/4/76.
العشرية الثالثة في الحمل. لا، هو الحمل هيكون إن شاء الله عنده تقدم أصلا. كمان هيظهر قوي لما جوبيتر هيكون عنده، أو المشتري هيكون موجود إن شاء الله في برج الحمل. كمان هيكون في من يناير، طبعا هيبقى موجود في برج الحمل من يناير، بمعنى إن هو هيديله من الحظ الحظوظ، وكمان شراكات، وممكن يكون كمان كتابة عقود. كمان هيكون في سفر، عمل جديد. بس خليه حذر في حاجة، لأن هيبقى عنده في بيته ال 12 هيبقى موجود زحل، بمعنى إن هو الجلاد بتاعه. يعني هيبقى أي غلطة، أي حاجة غير مدروسة، لأن برج الحمل مندفعين. مشكلة الحمل الاندفاع، ولكن ليه حظوظ ومتسرع كمان. ما هو الاندفاع في القرارات هو بيخليه، بس دايما يقاوي أنا مش ندمان، ولكن هو من جواه هو عارف ان هو ندمان. طب نانيتا، خليني اقول لك على حاجه. انا اسفه اني هقول كده، بس انا مش مؤمن بالابراج قوي. بس بصراحه لما باجي اقرا اي برج، حتى لو كان برجي، ابقى اقرا صفاته اقول يا ربي ازاي قريب قوي كده، الصفات فعلا قريبه. الموضوع شائك قوي. فعلى سيره الصفات، مين اكتر الابراج بخل؟ برضو نقول ده يا جماعه الراجل ده بخيل، برج كذا ده بخيل بلاش منه. انا عارفه هترصيهم لي ورا بعض، واضح ان درس تمام. ومين في النساء برضو اكثرهم بخل؟ بس هو معروف الترابيين من اكتر الابراج ممكن يكونوا بخلا. يعني مثلا عندنا اكتر كمان ممكن يكون الجدي والعذراء. الجدي ممكن بيكون عنده مثلا ان هو ينفق، او ان هو يعيش حياته براحته، ولكن هو من النوع اللي حريص جدا. كمان من الابراج اللي ممكن، يمكن هنقول الابراج الهوائيه، هم بيحبوا ان هو الكرم كتير. والاسد طبعا، انا اسد في النص، والانا بتاعت الاسد طلعت والاسد وانا طبعا الاسد الانا بتاعت الاسد. فعلا الابراج الهوائيه كرم، صح؟ الأبراج الهوائية أكترهم الميزان والدلو. طبعا هنقول كمان من الأبراج اللي ممكن تكون السرطان. السرطان فيهم بخل شوية. في حد معانا ناس في كنترول سرطان زعلانين قوي. لا، ما يزعلوش، من أحسن الأبراج. طيب، ولو قلنا أكتر الأبراج يعني هيبقوا موفقين مثلا في العمل في 2023، نقدر نقول إيه هم وفعلا بالترتيب؟ أسد، حمل، قوس، كمان هيكون الميزان والثور، الجدي. اكتر الابراج انه ممكن في العمل وشهره، وكمان علو الشان، ترقيه، مكافآت، هتبقى ان شاء الله. احنا الاثنين ذكرنا اخيرا في هذه المقوله واحنا متفائلين. طب في حد من المتابعين عايز يطمن على حظه؟ 23/4/89 ده برج الثور العشرية الأولى. برج الثور هيكون إن هو طبعا اللي هو من تقريبا من 15 مايو، لأن الثور مؤخرا كمان الشهرين اللي فاتوا دول يعني تعبوا كتير جدا. ولكن هما كمان من يمكن أكتر الأبراج تقدم كمان، عشان هيكون جوبيتر عنده السنة كلها يعني، فهيكون عنده تقدم برضو زي الحمل زي ما قلتوا، عنده سفر وعنده ترقية في العمل. طب في حد كمان من المتابعين 10/5/25/2 اوكي 25/2/79 سوري تاني 25/2 ده حوت. طيب بالنسبه للحوت، هو بس اللي هيكون يخلوا بالهم منه قوي ان هيكون عنده زحل، ان هو هيكون في، لا هو على فكره من الابراج، لان جوبيتر هيبقى في بيته الثاني، بيت المهني والمالي، وهيكون في تقدم، وبعد كده هيكون في بيته الثالث، بيت التواصل، وبيت ممكن يكون في شهره برضو من خلال السوشيال ميديا، او بيشتغل في العقارات، او بيشتغل في حاجه اللي هي الاونلاين والحاجات دي اللي هو البيع. فهيكون عندهم اصلا تقدم، ولكن دايما يكون لان هيعلموا الالتزام، هيعلموا ان زحل عندك انت 3 سنين، يعني لازم تكون ملتزم كتير في حاجات كتير جدا، ان انت قبل اي قرارات لازم تاخد بالك جدا ان انا هل القرار اللي انا بعمله ده صائب ولا لا، والشراكات مهنيه او عاطفيه لازم يكون مركز جدا. بس لا برضو الحوت هيكون ان شاء الله ليه. طب عايزين نطمن على 14/12/94 طمنينا. 14/12 العشرية الثالثة بالنسبة لبرج القوس. برج القوس يمكن أنا قلت إن هو من الأبراج الأقل حظا، ولكن في النصف الأول من السنة لا يشتغل. يعني إيه؟ زحل هيبقى في بيت الرابع،
في البيت الرابع ضغوط مهنيه وفي الامور اللي ممكن تكون فيها ضغوط في شراكاته وهو بيخص المنزل. يعني دايما نقول الاب والام البيت الرابع ده شويه عقار نقل من عمل، ولكن في نفس الوقت انا عندي هيبقى في بيته الخامس هيبقى جوبيتر او المشتري، يعني ان هو هيدي لك من السفر امور ماليه، كتابه عقود، هيكون ممكن كمان شراكه ممكن عاطفيه. يعني اشتغل كويس قوي، نطمن على الزميله فاطمه اشتغل للنصف الاول. طب القلب يحب مره ما يحبش مرتين، تنطبق على برج مين؟ السرطان والحوت دول اكتر الابراج العاطفيه. مهما ان هو كرر علاقاته، ولكن دايما دايما في حد في حياته ما بيتنسيش. طيب طيب ايه الابراج اللي متوقعه ليها يعني انه مش هيكونوا موفقين، هينفصلوا في السنه الجديده في يعني حياتهم العاطفيه، تتوقع لهم الانفصال؟ بس انا دايما ما بحبش ابدا ادخل في حاجه زي كده، لان طبعا دايما بدي الناس البوزيتيف فايبس، بس هي الفكره ان كل العلاقات الثلاثيه من كل برج وكل علاقات اللي فيها علاقات سامه هم دول اكتر الابراج اللي هينفصلوا. لو ان انا حددت هيكون الحوت والجوزاء وكمان من هذه الابراج هو برج القوس والعذراء اكتر الابراج اللي ممكن تسلط عليهم، والاسد النصف الثاني طبعا في تراجع فينوس هيبقى كتير من السنة؟ النصف الثاني من السنة كمان هيكون ان انا عندي مثلا الاسد هيبقى من يوليو لسبتمبر موجود عندي فينوس، في خلال الفترة دي ممكن من اوغست او اغسطس هيكون في تراجع فينوس. طب تراجع فينوس ده هيعمل لي مشاكل عاطفية، فهيكون من الابراج النارية والابراج وبرضه الجدي هيكون عندي بعض المشاكل اللي ممكن تواجه الابراج وابراج كمان هوائيه. طب احنا قلنا الحوت والسرطان من الابراج اللي ما بتنساش حبها القديم ابدا، مين بقى الابراج اللي يجي في الريش بقشيش؟ يعني 6 2 3 دايس في اي حاجه، دايس في اي مصيبه اتتقال كده على الهوا عادي. مين الابراج اللي عايز يعني طبعا ملك الرومانسيه الحوت. اوكي قلبه يتسع من الحبايب. هو اول الحوت والسرطان برضو من اكتر الابراج، الجدي الجدي عندنا كمان من الابراج، ممكن يكون الثور والعقرب، يعني هما الابراج المائيه عشان الجدي والعقرب والثور. يا البنات اللي تسمعنا، حوت جدي عقرب ثور بلاش افتكر اني قلت لك بلاش بس ما يكونش متجوزه. طيب خلينا قبل ما نختم كده ندي نصايح عامه لكل الابراج بشكل عام قبل دخول السنه الجديده. اخد برج برج يعني يعني سريعا قبل ما طيب نختم. بالنسبه لبرج الحمل اشتغل على نفسك كتير جدا من اول السنه، انت عندك سفر، عندك كتابه عقود، عندك كمان تنميه مهارات، ممكن تدرس حاجه من خلال السوشيال ميديا. عندك برج الثور، برج الثور هيتبقى مضغوط شويه اول السنه ما تقلقش، ولكن بعد كده ان شاء الله هيبقى عندك تقدم. زحل هيدي لك شويه من ان انت لو سعيت لسفر او امور ماليه كانت متاخره عندك طالب بيها. كمان هيكون عندنا بعد كده برج الجوزاء. برج الجوزاء طبعا هيدعمك برج الحمل النصف الاول، بمعنى ان انت اشتغل، بمعنى كمان ان انت عندك بعض الامور القضائيه او ما شابه ان انت عاوز تنهيها او ان انت تقدم عليها. كمان السفر، مشاريع جديده بالنسبه لك، كتابه عقود. ميزان بقى طمنين عليه كمان بالنسبه خش عليه. انا بجيبهم بالترتيب بجيبهم بالترتيب بالنسبه لي مش عايزاهم كلهم. لا عايزاهم كلهم طبعا. اوكي بالنسبه لبرج السرطان، احنا عندنا سرطان انت النصف الثاني بالذات كمان هيكون واو، يعني هيكون عندك سفر، هيكون عندك كمان من الدعم لمدة سنة، انت عندك كمان عندك ارتباطات، عندك مشاريع جديدة، عندك ان انت تقدر ان انت تعمل يعني تنمي نفسك في العمل. عندنا بعد كده الاسد، الاسد اشتغل على نفسك كويس جدا النصف الاول من السنة، وخلي بالك من فلوسك يا برج الاسد، واعمل المشاريع اللي انت عاوزها وسفر كمان لان النصف الثاني صعب شويه. بالنسبه لبرج العذراء نخلي بالنا من شراكتنا. اوكي انا عندي حظ من النصف الثاني، ولكن شراكتنا كمان، وان انا ادرس اي حاجه ان انا هدخل فيها وخصوصا الامور العاطفيه والمهنيه. بعد كده عندنا برج الميزان. برج الميزان عندك النصف الثاني
احسن كتير من النصف الاول. النصف الاول مواجهات. مين كنت عايز الاول؟ انا لسه هستنى. مشكله بس كنت اخيره وفيها خيره. كنت اخيره وفيها خيره. عندك مواجهات ونخلي بالنا من شغلنا كتير جدا. ولكن النصف الثاني لا، عندنا تقدم، عندنا ممكن ارتباط كمان، وعندنا ممكن ان انت نرجع لشريك كان في الماضي او عمل من الماضي. عندك كمان النقله، انتقاله حلوه جدا جدا يا برج الميزان، مهنيه برج وماليه الميزان. عندنا بعد كده برج العقرب. برج العقرب بالنسبه لك النصف الاول والنصف الثاني بالنسبه لك عايز، انت عاوز ايه؟ تحدد انت عاوز ايه. يمكن زحل هو الممكن اللي هيبقى في بيتك الخامس، هيدي لك شويه اللي عاوز سفر، عاوز ان انت تعمل مشروع جديد او ما شابه، ولكن برضو اكون حذر طول السنه. بالنسبه لنا بعد كده برج القوس. برج القوس نختم ببرج القوس، مش هنقول الباقي، خلينا برج القوس. برج القوس عنده كمان من ان هو بيطور من نفسه، عنده انتقاله مهنيه كويسه جدا من اول السنه. حلوه قوي وسفر. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتينا. الاستاذه نانيدا الباز، الباحثه في عالم الابراج. صباح الورد عليكي. صباح النور. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصت فقرتنا الاولى، انتظرونا فاصل صغير ونجيلكم فقرتنا الثانيه.